أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس عن تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة الماضية. وذكر بيان النمسا بلغت 19270 حالة تعافى منها المرض و 17244 حالة، بينما توفى 711 حالة. وأضاف البيان أن يتواجد بالمستشفيات الحالية 94 حالة، منهم 11 في العناية المركزة، مشيرا إلى أن أكثر الإصابات الجديدة تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا، وبلغت 37 حالة، يليها العاصمة فيينا 31 حالة. يشار إلى أن وزارة الصحة اكتشفت مؤخرا بؤرتين جديدتين للوباء في إحدى الكنائس وفي إحدى المجازر بولاية النمسا السفلى، وتتجه الوزارة إلى تشديد قيود السفر وعودة الالتزام بارتداء الكمامات في مراكز التسوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.